عاصفة تهب على مدينة نيشني نوفغرود، ومن تتوفر لديه إمكانية البقاء في السيارة لا يغادرها. بعد انتهاء العاصفة ليس من السهل السير في الشوارع الغارقة. لذا من الأفضل التوجه إلى أحد الفنادق الفارهة وتناول وجبة لذيذة كالتي يحضرها الشيف زوران فيلكوفيتش الحائز على عدة جوائز عالمية في الطهي. على القائمة اليوم برجر السلمون. تقع المدينة على نهر الفولغا، لهذا فإن نكهة سمك الزندار والكراكي والسلمون والشبوط مميزة هنا ويحبها الناس جدا. هكذا يبدو المنظر من الحصن على نهري الفولغا والأوكا اللذين يلتقيان هنا. أصبح الطقس جميلا الآن، النهران جعلا من نيشني نوفغرود موقعا تجاريا هاما منذ قرون، فعبرها ينقل التجار بضائعهم إلى بحر البلطيق أو البحر الأسود أو بحر قزوين. بداية تشييد الحصن تعود إلى القرن 13، وقد أعيد بناؤه عدة مرات على مر السنين، وكان يحمي المدينة من هجمات الغزاة، أما اليوم فقد أصبح مقر محافظ المنطقة. عند ملتقى النهرين شيد مبنى كرة القدم الجديد الذي يتسع لقرابة 45,000 متفرج، وقد شيد خصيصا لكأس العالم بتكلفة بلغت 250 مليون يورو. نادي المدينة لا يلعب في دوري الدرجة الأولى، لكن بعد كأس العالم سيسمح له بخوض مبارياته هنا. إلى جانب الملعب مباشرة تقع أهم كنيسة في المدينة، وقد كانت مخصصة للقائد العسكري والقديس الروسي ألكسندر نيفسكي. الكاتدرائية مشهورة بروعة لوحاتها الجدارية، الكثير من الأيقونات تجسد بشكل خاص مريم العذراء التي تعرف هنا بوالدة الرب. يأتي الكثير من الأجانب إلى هنا، ولكنهم يتصرفون بشكل لائق، فهم يدركون أنهم هنا في كنيسة أرثوذكسية. خلال الحقبة الشيوعية لم يكن يسمح للأجانب بالمجيء إلى هنا بسبب وجود معامل للإنتاج الحربي في المنطقة، وقد كانت نيشني نوفغرود تسمى غوكي. اليوم السكان منفتحون ومضيافون. هناك الكثير من الناس الذين يزورون نيشني نوفغرود على عكس الماضي. نحن سعداء بمجيء هذا الكم من السياح إلينا، فمن الجميل التحدث إليهم. مشجعو كرة قدم من جميع أنحاء العالم يستمتعون بأوقاتهم في المدينة، وموسيقي الشارع هذا يتغنى بجمال وتقاليد نيشني نوفغرود في أغنية ألفها بنفسه. فن الحرف اليدوية جزء من تقاليد نيشني نوفغرود، في إحدى الضواحي تصنع منذ أكثر من قرن واحدة من أشهر التذكارات الروسية دوما ماتريوشكا. في الماضي جلب البوذيون معهم إلى قداس في نيشني نوفغرود الدوما الخشبية المتداخلة ببعضها البعض، فاقتناها أحد التجار وطلب من فنانة تلوين الدوما، وهكذا نشأت الماتريوشكا الروسية. اليوم يشغل المصنع 700 عامل، وهناك إقبال كبير بفضل كثرة السياح. إنها تجسد جمال الأنوثة والأمومة والأسرة، إنها جميلة حقا، يلعب بها الأطفال ويفككونها عن بعضها البعض، ثم يعيدون تركيبها وهكذا يتعلمون العد. أما مشجعو كرة القدم فيحلمون بمتابعة مباريات منتخب بلادهم في الملعب أو في منطقة المشجعين هذه، وقد فعل سكان نيشني نوفغرود كل ما بوسعهم لكي يشعر ضيوفهم وكأنهم في أوطانهم، لكي يحفروا في أذهانهم ذكرى لا تمحى عن المدينة وهذا الصيف.